مش هقولك يا اسطى هي عشان بجد طلعت عافيه. عشان انت عارف دماغي ده غبيه فصعب ان عينك تيجي في عينيا. خلصت؟ على فكره امك معاها الموبايل بتاعك. نعم؟ مفتوح ولا مقفول؟ مفتوح وبتتفرج على الصور كمان. يا ولد انت دلوقتي اتفرجي عليا. انا ملك الزهر. طب انت رايح فين؟ بقول لك ايه، لو امك سألت عليا قول لها سافر بعد اسبوعين 3-4-5 كده لغايه لما تبقى تيجي، ولو ابوكي زعل قول له هرب. عندك اطلع يا اخويا، اطلع بيه. اطلع بيه يا ام استعبطني الكتكوتين، اطلع بيهم مخبيهم في جيبك. على فكره انا كنت داخله ادفيهم. تدفيهم عليا نعمل اخر فيك قبل لو عارفاك، كان مش بقيت تخش تعومهم معاك في البانيو وانت بتستحمى. هات يا ابني. طب خلوني جعان، خلوني جعان، انا مش هاكل، خلوني جعان، خلوني جعان لغايه ما حد يبعت حوت. انا مش واكل اهو الاكل اهو، مش واكل لغايه ما حد يبعت حوت. انا عايز حوت دلوقتي. الحاجه حاجه يا رب سامحني على الفضائيات، مش عايز اكل غير لما يجي لي حوت. وده جابوه لي منين ده؟ تمام ماشي ماشي، الجوله دي ليك بس هنشوف بعد كده. هنشوف ماشي، يلا اللي بعده. وكان البحر موزق وانا قلت امي الباب بيخلص بسرعه ليه؟ مش فاصل بقى زفت. تمام تمام برافو. مش كل جوله على فكره، بقول لك يا جدعان حد يجحفل بسرعه، حد يجحفل، لا جحفلوني انا عايز اجحفل دلوقتي حالا بسرعه. يجحفلك يا نهار اسود، انا حد مش عارف ايه اللي بتقوله كام بحر انت ده؟ مين ده اللي هيجحفل؟ اقول لك على حد انا هجحفلك. ايه؟ لا ثانيه واحده بقى يا جدعان، دي فيها اسد، اسد ينزل وهروح وهو بيجحفلني. فكان البحر اللي معدك ضبط، بقول لك على حد خليه بقى يتفرج وانا بجحفلك. بس يا ام دي هتبقى فلوسها بعد مصاريف الشحن، والله العظيم هتبقى حلوه وهتفيدنا كلنا، لو عايزها حضرتك استخدميها براحتك. ماشي يا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله. يا واو يا واو، عشان خاطري والنبي بس احمد حياتي على حضرتك. انت عبيط يا واد، بقيتك ماشي. بس يا واو حضرتك مش فاهم حاجه، زي ما حضرتك بقول لك على حاجه وتيجي بعد كده تقول لي ربنا يسهل. اه جدع حاجة. ام الغسيل الصبح ولا هي حبكت يعني عشان كلب البحر الصغير؟ ربنا اللي انا سمعته قاعد يا كلب البحر مشابك صح؟ بصراحه اه. طب روح هات. طب حضرتك وسع عشان انزل اجيب. لا ما انت هتروح تجيبه من هنا. اجيب ايه يا ام؟ ده ليه شمون بشبك اهو. ايه ده؟ ما تاكل يا حبيبي ولا امك قال لك ما تاكلش عندنا؟ لا لا يا حبيبتي بتقولي ايه؟ كل يا كلب البحر، كل ما تجيبلاش الكلام كل. حاضر يا خالتي حاضر. اتخانقت هنا وعايز انزل اخرج مع اصحابي، عايز 200 جنيه عشان انزل. مفيش فلوس يا كلب البحر ومفيش نزول، كله وانت ساكت. والله طب ما تزعقيش مني بقى. قول يا حبيبي سيبك من امك، يلا عشان عاملين لك بسله باللحمه هتاكل صوابعك وراها. آه يا ايه لحمه دي يا خالته؟ مهما كبرت صغير وانا مهما عليك مش فوق. ايه ده؟ انت ما بتكبرش على اللعب الاطفال دي؟ مالكش دعوه يا حبيبي، انا بحب العب العيال الصغيره. بعدين مش عمك امبارح اداك فلوس ملوش تديني منها؟ خد العب بيا دوبك حلو عليك. طب انا كنت عايز. طب بقول لك ايه؟ تعرف نش بتاعها دي في دي؟ ولما احذفها فوق وانت مغمض عينك؟ يا عم ماشي وانا موافق يلا. طب ماشي لما اكون جاهز قول يلا. اه اكيد جد انا عالمي وعاقل. قلنا 100 مرة الباب ما يخبر حد يفتح لي ماذا؟ بعد اذنك يا بابا. ده بس بابا مفيش فلوس. يا رب كل اللي نشوفه ده حلم. اكيد بحر اكيد بحر اكيد بحر. انا الكلب ده انا الكلب ده طلع على النبي ده ما بيهاجم وما بيعملش حاجه يعني ايه؟ بقول لك يا كلب بحر انا يا هي في البيت ده ايه بابا طبعا. نعم بص بقى والله حضرتك انا مش عارف اتكلم في الموضوع ده، هي اللي تكرر بقى. بص لك على ايه؟ اشربي يا سلام لو اشوفك هادي كده على طول. يا امي طول عمري هادي، ما انا صغير اصلا وانا كنت قاعد هادي جاي لسه ما حدش بيسمع لي صوت. شفتش نفسك وانت صغير؟ لا نسيتك ولا عارف انساكي بس انا سبتك عادي بهواكي اطلع. مش خلاص خلصت الفيديو بتاعك؟ ما تجيش تكلمنا على الشاحن تاني بقى. لا يا معلم انا لسه ما عملتش الفيديو، بعدين موبايل 8%. عايز ايه؟ عايز امنتج. انا موبايل 10%. حلو انا 8% اقل منك. حلو طب اهدى بس يا ابني، مش هتاخد حاجه. لا والله يا عم يا نهار اسود ومنيل امي يا نهار اسود. عاجبك كده يعني؟ عاجبك كده؟ ما انت صعب اللي احنا فيه ده. اما انت اللي كنت عايز تاخد الشحن. عايز امنتج يا عم. يا عم اسكت بقى يا عم.
بس اما اشوفك هيحصل فلا احسن لك امشي ودي. قول لي يا باب البحر. قول لي يا باب البحر، لو انا بعت رساله لحد يوم الخميس بعد الساعه 12 وقلت له هنتقابل بكره، هل كان قصدي على الجمعه ولا قصدي على السبت؟ يا بابا ممكن تمشي الجمعه في الخميس. يا لهوي.